يا صباح الخير على حلويات الكون، أتمنى إن انتوا تبقوا بخير دايما. أنا رشوة مازن، زهقت من وقفة المطبخ والوقت الطويل اللي بنقضيه فيه، وفي نفس الوقت مش عايزين نشتري أكل جاهز. إيه المعادلة الصعبة دي؟ ولا صعبة ولا حاجة، هاتي لفة جلاش وجمعي بواقي التلاجة اللي عندك، ويلا بينا نعمل الفطير الشرقي القمر اللي انت شايفاه ده في أقل من ساعة، وكده تبقى عملتي فطار أو سحور من بيتك في البواقي التلاجة بتاعتك ومن عمايل ايديكي. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول ما بنزل، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك وشير للفيديو، ويلا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. هنحتاج لفة من الجلاش، الجلاش طبعا يكون بارد تماما مش متلج عشان نقدر نفرده، وهنحتاج كمان لفوطة، فوطة مطبخ تكون مندية علشان نحطها على الجلاش عشان ما ينشفش معانا واحنا شغالين. عندي بقى دي الحشوات، الحشوات اللي انا هقول عليها دي دلوقتي حشوات اختيارية، يعني اللي موجود عندك في بيتك واللي انت بتحبيه احشي بيه. انا كان عندي كده شوية من اللحمة المفرومة، وكمان بسطرمة وسجق مدخن وجبنة فيتا. دي حشوات اختيارية، الاربع حشوات دول اختياري، ممكن تزودي الحشوات اللي انت عايزاها براحتك خالص. الحشوات بقى الاساسية عندي هنا فلفل الوان، وممكن يكون فلفل اخضر رومي بس لون واحد اللي موجود عندك، هنقطعه صغير مربعات صغيرة زي ما انت شايفة كده. وكمان هنحتاج لطماطم، الطماطم انا هشيل القلب بتاعها علشان ما تنزلش مية على ورق الجلاش وتخليه لين، هشيل القلب بتاعها واخد بس اللحم واقطعها مربعات، وكمان شرايح كده من الزيتون. واخر حاجة هحتاج للجبنة، دي تشكيلة جبن انا عاملاها عندي في البيت، وتقدري تشتري الكيس اللي هو بيكون جاهز، او تكتفي بجبنة نوع واحد بس. انا حاطة شيدر وموزاريلا ورومي، خلاص الجبنة اللي انت حابة تحطيها اضيفيها. هنعمل بقى دلوقتي الخلطة اللي احنا هنورق بيها الجلاج بتاعنا اللي هو الفطير بتاعنا. بصوا، اهم حاجة بقى في الخلطة دي هي السمنة البلدي، بجد بجد يعني بتخلي الفطير في حتة تانية خالص. دي انا حطيت دلوقتي نص كوباية من السمنة البلدي، عليها تلت كوباية من، بصوا بقى عندكم تلات خيارات، يا اما تحطوا زبادي تلت كوباية زبادي، يا اما هنحط تلت كوباية من اللبن الرايب، يا اما نحط لبن، نحط حليب على زبادي، نخلط حليب على زبادي، اللي موجود عندكم حطوه، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى الخليط ده معانا كده كويس لحد ما يبقى كريمي زي ما انتوا شايفينه كده، هنركنه بقى على جنب علشان نورق بيه الفطير بتاعنا. هاخد ورقة كده من ورق الجلاش وهدهنها كويس بالخليط اللي احنا عملناه، وهحط عليها ورقة كمان، وبعد كده هاخد ورقة وهتنيها اتنين فوق بعض وهقصها من النص، وهاخد كده قطعة منها وهحطها في نص الورقتين اللي احنا عملناهم دول علشان تشلي الحشو اللي انا هحطه عليها. بعد كده هنزل بقى بالحشو بتاعي، فلفل الوان، الطماطم والزيتون، وهنا انا حشيت ديت بالسجق المدخن، وبعد كده هنزل بتشكيلة الجبن اللي عملناها مع بعض، واخر حاجة خالص هدهن الاطراف بتاع ورقة الجلاش كويس علشان لما اجي اتنيها فوق بعضها تلزق كويس، وكمان الفطير يطلع مورق معايا. خلاص كده خلصت كل الاطراف بتاع الورقة، هاتني بقى كده من الناحية دي، وهاتني كمان من الناحية التانية، هحطهم فوق بعض، وبعد كده هدهن بقى الجوانب اللي الناحية دي لان انا هطبقهم على بعض علشان يلزقوا كويس وكمان يكونوا مورقين. هجيبها كده على الناحية دي، ونفس الكلام هدهن كمان الجزء التاني، وهجيبه على الجزء ده. كده خلاص اول فطيرة جهزت معانا، ولا اسهل من كده. هعمل لكم بقى واحدة كده على السريع، ورقة الجلاش هندهنها بالخليط اللي عملناه، هنحط ورقة كمان فوقها، وهنحط الورقة اللي في النص اللي هتشيل لنا الحشو،
وبعد كده هحط الحشو اللي انا عايزاه في النص، وهدهن الحوافي او الجوانب بتاعت الورقة بتاعتي، وبعد كده هدهن من الناحية دي ومن الناحية دي، وهطبقها على بعضها. اخر حاجة بقى هحطهم في صينية واحط تحتهم ورق الخبز، وهدهن الوش كده بتاعهم برضو بنفس الخليط، وهحط بقى على الوش نفس الحشوات اللي احنا حشينا بيها جوه، علشان كل واحد وهو بياخد الفطيرة بتاعته يعرف هي جواها ايه، ما يتفاجئش وتبقى فطيرة المفاجآت. كل واحد وهو بياخد كده الفطيرة يبقى عارف هو بياكل ايه من جوه. هننزل برضو بنفس الحاجات اللي احنا حطيناها جوه هنحطها بره تاني، وهنحط بقى اخر حاجة الجبن كده معانا، وكده الفطير بتاعنا جاهز ان هو يدخل الفرن. هندخله بقى الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، والفرن يكون سخن من قبلها، ما بياخدش وقت خالص، مجرد 10 دقايق بالكتير قوي. بعد ما نطلعه هنغطيه برضو بورقة كده من ورق الخبز، وهنحط عليه فوطة من المطبخ. احنا حطينا طبعا ورقة الخبز علشان الفوطة ما تتبقعش وتبوظ مننا، وهنسيبه بس لمدة 5 دقايق لحد ما يهدى معانا. شايفين طرى كده وبقى جميل، يعني هو طري ومقرمش في نفس الوقت. شايفين الجمال بقى؟ يا سلام. نقطع بقى ونشوف التوريقة الجامدة بتاعتنا، كوباية بقى شاي ولا كوباية النسكافيه بتاعك، واستمتعي بقى بأحلى فطير شرقي من عمايل ايديكي. يلا لو اول مرة بتشوفيني اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير للفيديو. في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.